الى عطاوك مليار وقالوا لك خسرها في نص ساعه شنو غدير بها؟ وندير شي 20 زوديك نحرك كل شيء. السؤال الاول هو اللي عطاوك مليار وقالوا لك خاصك تخسرها في نص ساعه، نشري شي ارض، فهمتي؟ شي ارض كبير اللي غنزرع فيها حشيش وما عارف شنو هو. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في حلقه جديده خوتي من ميكرو كشكش. هذه الحلقه هذه كاول حلقه ما غاتشحطش، المهم هي الحلقه هذه كنت باغي نديرها في لاشين الثانيه اللي سميتها كشكش، اللي غتلقاوها خوتي في الجنب ولا غتلقاوها لتحت في اول كومونتير. بغيت كل شيء اللي كتفرج في هذا الفيديو تدخل تابونا فيها، حيت غنولي نحط فيها لو ميكرو تروطوار، يعني غنولي ندير لي زانترفيو مع الناس، نضحكوا معاهم، ننشطوا معاهم، نبكيو معاهم، يعني غيعجبكم داك الشيء بزاف واحد السيل في الشكل. المهم اخوتي بغيتكم كلكم تابوناو وتسناو الجزء الثاني من هذا الفيديو اللي غتشوفوه اليوم، تسناو غيتحط تماك ان شاء الله. المهم انا بغيت نحط لكم هذا الفيديو هذا هنايا باش نقول لكم باللي راه ان شاء الله يعني كاينه يوميات كشكش اللي غتحط في رمضان ان شاء الله، نهار اه ونهار لا، يعني غيتلاح اليوم فيديو الغد اللي ما غيتلاحش شال بعده ان شاء الله مع السا. المهم قبل الفطور السا في العشيه قبل الفطور، بغيتكم كلكم تكونوا حاضرين ان شاء الله معايا كما قلت لكم اخوتي، نهار اه ونهار لا ان شاء الله. كنتمنى تكونوا حاضرين بقوه وتكونوا حاضرين معنا ان شاء الله وتفرجوا في هذه يوميات كشكش، انا متاكد غتعجبكم. المهم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم هو ميكرو كشكش يعني سميتو ميكرو كشكش نسبة للاشين الثاني اللي سميتها كشكش. بغيتكم كلكم نعاود نقولها لكم، دخلوا كلكم تابونوا فيها حيت غيعجبكم السيل اللي غنولي نحط فيها ان شاء الله. مكرهناش وصل ل 100,000، علاش لا؟ المهم اخوتي نكمل لكم، بغيت نقول لكم تهلاو ليا في راسكم وفرجة ممتعة. المهم هذا الفيديو هذا المهم لو ميكرو تخوتوار، المهم اخوتي المهم حنا ضاحكين فيه وناشطين. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو و تهلاو ليا في راسكم اخوتي وفرجة ممتعة، سمحوا لي كثرت عليكم الهضرة. يلا اخوتي يوميات كشكش نهار رمضان ان شاء الله، المهم في ايام رمضان نهار اه ونهار لا غيتلاح فيديو، ماشي غيتلاح اليوم غدا ما غيتلاحش حتى لبعده، مع السا ان شاء الله. الى بو تهلاو ليا في راسكم. المهم السلام عليكم اخوتي، معنا واحد الدريه عنصر نسوي، نسولوها الاسئله ديالنا كيف العاده وتجاوبنا. واخا اختي شنو سميتك بعدا؟ ايه مشرفين اختي. ايه مبروك عواشرك. يبارك فيك. نسولوك السؤال الاول، شحال تقدر تدي لك 100 درهم من النار؟ ساعة او على ساعة. المهم عادل ندوزو للسؤال الاخر. السؤال الاخر، الى عطاوك 10 المليون وقالوا لك خسريها في 10 دقائق، اشنو غديري بها؟ نخبيها. لا راه خصك تخسريها ماشي تخبيها. كل واحد نعطيه بحال نعطي للعائلة. ولا تعطي للعائلة ولا تعطي تشدي 10 المليون وغتنسي داركم. لا والله ما نساهم. لا زعما ماشي داركم، داركم غتنسي العائلة زعما. ما نساهمش. متأكدة؟ متأكدة. واخا ندوزو السؤال الآخر، إلى الطايف وعمال أمامك مع خوالك، أنتي مع من غتكوني؟ نكون مع خوالي. مع خوالك، علاش؟ حيت خواتات الوالدة. خواتات الوالدة، ولكن راه أمامك خواتات باك. خوت باك. ولكن الوالدة في مقام والوالد في مقام. معلمة والله سؤال جواب زوين ياك. نقول لك حاجه اخرى، قول لي اخ اخ بالزربه. اخ اخ. نسولك سؤال اخر، الا قالوا لك ولي دوله، اش من دوله غتختاري تولي زعما انت غتولي شي دوله؟ اوروبا. اوروبا قاره، الا اختاريتي شي دوله زعما مثلا واش الطاليان ولا الصباليون ولا شنو غتولي؟ الصباليون. نسولك اخر سؤال، العصر شحال فيه من ركعه؟ 4. معلمه تحياتي لك اختي، شكرا. ماشي مشكل، عفوا. مبروك عواشرك. الله يبارك فيك. باش ما تمنيش ان شاء الله. المهم اخويا حنا عندنا واحد الاسئله ليك وغتجاوبنا. ماشي مشكل. يعني الا جاوبتي راك كاين. انت اصلا غتكون كاين اصلا، انا عارف غيكون كاين. وغنسولك وتجاوبني. غنعطيك اسئله بالفرنسي انت تجاوب، نعطيك الاسئله بالعربي وانت تجاوب لي بالفرنسي. درب غلف بالفرنسي.
المهم يجي بالك ضرب غلب. السلام عليكم خويا. بخير خويا، نعطيك واحد الكلمه ياك. نعطيها لك بالعربيه وقول لي بالفرنسي. اي مرحبا. ضرب غلف اخويا بالفرنسي سميته لا غي دو كوفيرتور. لا غي دو كوفيرتور. راه ولد ضرب غلف فهمتيني. مشرفين اخويا. اللي جاي من ضرب غلف. ضربكم ما عارفوش بالفرنسي. لا لا غي دو كوفيرتور، كوفيرتور يغلف وضرب هي غي. ولكن كوفيرتور يغلف. بولفار يد فهمتي. غي دو كوفيرتور. مزيانه. شي واحد اخرى. سيدي مومن سميتو بالفرنسي. سيدي مومن. بلادي ما صعيبه عليه. صعيبه ياك ياك ما عندكش مع الايمان. شي حاجه اخرى نزيدو. شي حاجه اخرى قول لي. ضرب السلطان سميتو بالفرنسي. ضرب السلطان. لا غي دو لا لا غي دو فرانس. دو فرانس الامير. لو غوا هو الملك. و لو برانس هو الامير والسلطان. صافي لو بولفار. لو بولفار دو محمد السيس. والله يحفظك عشيري. كاين والله شي كاين برا. نشوفوا شي واحد اخر. يا السلام عليكم خوتي خواتاتي. المهم معنا واحد ثلاثه ديال الدراري. اجي قرب حدايا قرب حدايا شويه خليها بحال هكا. معايا ثلاثه ديال الدراري غنسولوهم نفس السؤال. هادو باينه فيهم كيقراو مزيان. هادو باينه فيهم كيقراو مزيان ياك اخويا. السلام عليكم. بعدا كاين سماك الله. امين. مشرفين بحالي. انت؟ امين. انت؟ رايان. باش نتفاجئش. امين امين رايان سبحان الله. امين 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 راه صافي مزيانه. المهم نسولكم الدراري سؤال وغتجاوبوني. اكل الوالد الصباطه بالفرنسي. لونفون مونجي لي شوسور. اعجبتني البنت بزاف. جي تري جي تري ايمي لا في. شكرا شكرا. تبارك الله. الله يلا تبارك الله على الدراري. تبارك الله عليكم. كاينين قرا مع الفرنسي. قول لي انت شي حاجه بالفرنسي نقولها لك. او قول لي شي حاجه بالعربي نقولها لهم فرنسي. قول الفرنسي مونج بيان. ها الفرنسي مونج بيان. الفرنش لا قول لي بالعربي نقول لك فرنسي. سير اسمع. عميق. قول قول. عميق عميق. ديب ديب بروف. لا قلت لك بلونغلي. لا لا ما عنديش مع فرونسي اسمح لي. لا ما عنديش مع فرونسي. شكرا لكم بزاف والعز بكم. العز الدراري. العز. السلام عليكم اخويا. بخير. شنو سميتك؟ عبد الصمد. عبد الصمد مشرفين اخويا. خويا عبد الصمد غنسولك شي اسئله ياك. اها وجاوبني واخا. المهم اخويا نسولك العصر شحال فيه من ركعه؟ العصر فيه 4 ركعات. اللهم قوي ايمانه. المهم اخويا مبروك عليك رمضان. نسولك اخويا واحد السؤال. قول لي الى عطاوك مليار وقالوا لك خسرها في نص ساعه شنو غدير بها؟ غنصدق على بنادم شي واحد. اي واحد ما عندوش قود عليه غنصدق عليه نتعامل معاه. كاع المحتاجين نتعامل معاهم. ولكن واش هادشي كتقولوا حيت ما يعطوكش مليار ولا بصح غتعطي الناس؟ لا لو خي عطيوني اصلا. تعامل اللي عطاك الله تعامل مع بنادم ياك. واش متاكد؟ متاكد. ما تقلبش وجهك. اول حاجه نمشي للغربه. اول حاجه ولكن الغربه الا بغيتي تمشي ليها وعندك مليار خصك الوقت تصاوب الوراق. وانا قلت لك نص ساعه نمشي للزودياك. نص ساعه دغيا بلا ما نخلص شي زودياك. ودي معاك الفلوس اش غدير بهم ليه؟ ندي شي 20 زودياك نحرك كل شيء كاع. ما تنسانيش. والله ما نسيت. غنسولك سؤال اخر. الى تضاربوا خوالك مع مامك انت مع من غتجي؟ غنجي مع خوالي. علاش؟ عزازني عليه. عزازين كيدبروا عليك. غنسولك واحد السؤال اخر. الى قالوا لك مثلا ولي شي مدينه مغربيه اش من مدينه غتولي؟ تحول لها زعما. لا زعما انت مدينه غتولي مدينه. انت غتولي مدينه. اش من مدينه غتولي؟ كازا. علاش؟ كازا بلانكا. شتولي انت كبير. الرجوله التشريح. نسولك خويا قول لي اخوخ بالزربه. اخوخ بالزربه. اخوخ بالزربه. اخوخ بالزربه. لا قول لي اخايخ. اخايخ معلم كاين. نزيدك واحد السؤال اخر. الا قالوا لك ولي حشره اش غتولي؟ هادشي نولي دب. مالك اخويا مالك؟ لاصق. مالك؟ لاصق. مالك اخويا؟ ولا السقا دبانه. علاش دبانه؟ كتقطع في السما كتسركل.
وكي راه شاف راشه كطير كاين بزاف كيطيروا ماشي الدبان. اه واش الدبان كان كيدير بحال الديتشيه زز ياك. كاين عشير تبارك الله عليك خويا زين الله يحفظك ليا. السلام عليكم خوتي خوتي معنا واحد الاخ ثاني اخوتي المهم بروح واشرك اخويا اش تماك الله حمزه خويا حمزه المهم خويا حمزه بغيت نسولك واحد الاسئله بسيطه يعني جاوب انت كما بغيتي. مرحبا. السؤال الاول هو اللي عطاوك مليار وقالوا لك خاصك تخسرها في نص ساعه. مليار تخسرها في نص ساعه. مليار اخويا عندي امي الحاجه هو الاول. اها ياك ومن بعد فهمتي غن نشري شي ارض فهمتي شي ارض كبير اللي غنزرع فيها الحشيش وما عرف شنو هو. فهمتي والحاجه الثالثه حاجه الثالثه غناخذ ضروري اخويا حيت فهمتي باش تعطي للشعب الشعب شاوي كيميو دير مع الشعب المزيان. دير مع الشعب المزيان دير مع المزيان كمال ندير مع المزيان غنعطيه شي حاجه يستافد منها راه غنعطيه الحشيش دوخ ليا بنادم ينعس. باغي ندوخ خويا عيط المغرب هذا خويا المغرب مدوخ عاد نداو المهم ما عليناش كمل. وحاجه اخرى حاجه اخرى هي دابا قلت لي عطاوك مليار. هذا انا بعدك العقل على حاجه الاول كل الحج اول حاجه اول حاجه انت مرضي الوالدين تبارك الله. وتشري ارض كبيره وغنزرع فيها الحشيش. زرع فيها الحشيش 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 ضروري الحشيش خويا الزطلة عطيت الشعر زعما زرع زعما البطاطا وما عطيتش وتخلي بنادم يخدم. لا 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 ما عنديش انا ديك الفكره تبغي الحشيش الحشيش من الاخر كاين الدري كاين ذكي ذكي ونسو المهم هذا صافي هذه مليار سيرتي انا صافي مشاش باقي شي واحد 500 مليون 500 مليون 500 مليون غناخذ شي رونج رونج روفر وغناخذ صاحب شي شاهيه كان اش ما قلتيش المراه ديالك الزوجه ديالك صاحبتك صاحبتي فيها الزوجه ديالي وفهمتي. لا لا راه الزوجه ديالك كاين فيها صاحبتك ومرتك وامك وخالتك كلشي وراه هي بحال بحال انا يلاه غتولي الزوجه يلاه غتولي زوجه ومن هنا القسام ان شاء الله سميتها شنو ضروري وجي لها الشحيه وجي لها الشحيه تحيه لفاطمه الزهراء من هذا المنبر تحيه لفاتي فاتي يلاه يلاه المهم سالات دابا قلت شي مليار صافي اخويا المهم عندنا لك سؤال واحد اخر. السؤال الاخر هو ضاربوا عمامك مع خوالك من اين جهه انت غتجي؟ اين جهه؟ عشان جيت الحق اخويا. لا اسمح لي مفروض عليك تختار واحد نجي من جهه خوالي من الاخر. خوالك؟ خوالي انت علاش بالضبط خوالك؟ خوالي حيت خوالي هما اللي كنقف جنبي فهمتي؟ عمامي ما عمرني لقيت هما كنعرفهمش لحد الان. تقلقوا عمامك؟ ويتقلقوا شنو؟ ما تقلقوش من وراء راه بالعاني راه قلنا بالعاني. لا فريك هاد الهضره كاينه ما كاينه بالعاني لا والو. هاد الانسان قوي عنده تقول نيش انا. المهم نعطيك كلمه وقولها صحيحه. سير اخويا. اخ عوخ. اخ غوخ. لا اخ عوخ. اخ غوخ. لا كتقولها غلط بالزربه اخ عوخ. اخ غوخة. اخ غوخ اخ غوخ خوني.